السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا أحلى شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. وفيديو جديد على قناة ليدو جيمز ولعبة مارفل ريفولوشن فيوتشر وبعض المشاكل المتعلقة باللعبة. خليكم معايا متروحوش بعيد. أول مشكلة معانا شباب النهاردة، اللي الناس النهاردة عارفين ميعاد اللعبة نزولها يبقى يوم 25، فحبوا يحملوا اللعبة مع جوجل بلاي، لقوا إن في عداد عمال بيعد التنازلي ومكانش عارفين ده بتاع إيه. طبعا اللعبة محدد لها يوم 25، بس كان في توقيت معين كان هينزل فيه اللعبة، والحمد لله دلوقتي المشكلة اتحلت والعداد كان بيعد التنازلي لحد ما جه الميعاد واللعبة بتقدر تكمل تحميلها عادي خالص. المشكلة التانية النهاردة، الناس طبعا وانا واحد منهم، لان لقيت ان بعد اللعبة ما كانتش قارية الفايلات بتاعت او ملفات اللعبة ده، طبعا لان كانت النسخة اللي كانت موجودة معايا كانت نسخة بيتا، وطبعا كان في تغيير دلوقتي في النسخة، طبعا اتعدلت وحصل عليها تعديلات كتير. فحبيت النهاردة الصبح فغيرت وركبت في بي ان على دولة سنغافورة، فاللعبة اشتغلت معايا. ده كان النهاردة الصبح، ده كان النهاردة يوم 25، كان بالنهار لما ركبت الفي بي ان اللعبة اشتغلت عادي، ما كانش فيها مشكلة. دلوقتي اللعبة موجودة على جوجل بلاي وتقدر تحملها وتشتغل من غير في بي ان. انا حاليا يعني انا عامل الفيديو ده وشغال من غير في بي ان، فاللعبة تقدر تشتغل معاك عادي، مش هيبقى فيها مشاكل. كان في برضو كان في بعض السؤال اللي كان يسأل لي، ان انا كنت على مستوى معين في وضع البيتا، هل ده هيروح بعد ما اللعبة تتحدث؟ طبعا انا جربت ولما شغلت اللعبة لقيت مفيش اي تغيير حصل، واللي انا كنت واقف عليه انا فضلت عليه. يعني انا طالع مثلا كنت ليفل مثلا 50 100، ايا كان الليفل بتاعك هتيجي تشغل اللعبة هتلاقي على نفس الليفل بتاعك بالظبط. هما مش هيمسحوا الملفات او مش هيمسحوا الليفلات، اللي يعني المستوى اللي انت كنت قاعد موجود فيه ده اللي هيفضل موجود بعد ما تحمل اللعبة بالتحديث الجديد. دي كانت بعض الحاجات الصغيرة اللي كانت يعني الناس برضو ما كانتش فاهمها، لان هم اتفاجئوا بحاجات كتيرة كده، لان دلوقتي الالعاب اغلبها دلوقتي بتنزل في ميعاد وتوقيت معين. بقى دلوقتي بيختاروا ميعاد، ما يعني مش يوم 25 فاللعبة هتفضل شغالة على طول، لا لازم في ميعاد محدد اللعبة بتنزل فيه. فدلوقتي اللعبة شغالة على جوجل بلاي ما فيهاش فيها اي حاجه خالص. دي كانت بالنسبه لبعض المشاكل اللي كانت بتاع الناس يعني تعرض لها النهارده بشكل كبير. بعد طبعا ما بتثبت اللعبه على الموبايل بيبقى لسه في استكمال لبقيه التحميل، بقيه الملفات، فانت لسه بتكملها من جوه، فبيظهر لك طبعا الشخصيه الجميله بتاعت مارفل ديت، بتدخلك لحاجه كده عشان خاطر اللي انت تكمل بقيه الملفات. هو هنا بيقول لك اضغط ستارت، هو يعمل ستارت بيقول لك هنا داونلود، الداونلود ده بتكمل بقيه الملفات بتاعتك. طبعا انت على حسب، انا عشان في يعني الملفات عندي ممكن تبقى قليله شويه، لان انا طبعا انا كنت حملت النسخه هم استكمال للملفات اللي عندي. فانا هنا مديني مثلا 3 جيجا بقيت ملفات عندي، او اصلاح او تظبيط ملفات بيعملوها. فهنا بيقول لك دوس ستارت. ستارت ديت انت بتلعب لعبه صغيره كده خفيف، اللي انت بدل ما تفضل قاعد مستني ال3 جيجا دول عبال ما بيخلصوا، فانت بتقعد تلعب لعبه صغيره كده، يعني لعبه كده بتخليك تنسى وقت التحميل اللي بيتم. فاللعبه تفضل شغال مع نفسها، بتعمل داونلود وانت بتقعد تلعب هنا لعبه صغيره، حاجه خفيفه كده يعني بتسليك لغايه ما ده حاجه كويسه يعني معموله بصراحه، بدل ما تفضل قاعد مستني التحميل لما يخلص. بعد كده اللعبه بتدخلك على طول على وضع التشغيل. هي اللعبه بتبدا بتحمل بقيه الملفات اللي انت نزلتها من شويه، فبتكمل بقيتها. دي مقدمه اللعبه. انا عايز اقول لكم على حاجه صغيره، انا في النسخه البيتا والله العظيم المقدمه بتاعت اللعبه كانت نص ساعه بالظبط، انا حتى يمكن عملت لها فيديو لوحده، يعني في فيديو محمول على اللعبه دي المقدمه بس بتاعت اللعبه، يعني نص ساعه بحالها مقدمه لعبه. هنا يعني الحمد لله ان هم هنا كرمينكم قوي، مش عامل لكم نص ساعه في المقدمة، هم بدخلوك على اللعبة على طول، فده حاجة يعني كويسة في التحديث الجديد. نخش بقى على أجمد شخصية من شخصيات مارفل وهي ليد هيرو. طبعا الشخصية دي يعني بحبها، يعني أنا بقى عامل عندك، طبعا أنت في إيدك اللي أنت بتختار الشخصية اللي أنت تحبها. هو في الأول هنا بيحدد لك 4 شخصيات أنت بتختارهم، أنت اللي بتحددهم. أنا طبعا كنت اخترتهم من أيام النسخة البيتا، فهم
واصلين عندي. السكنات ديت انت بتجيلك من خلال اللعبه، هي كانت جايه لي في النسخه البيتا. طبعا انا يعني بصراحه ما كنتش بلعب اللعبه كتير، فيعني ما انا ما عليتش الليفلات ولا جبت سكنات كتيره يعني. على انت طبعا اللعبه بالنسبه لك انت ممكن تلعبها وتقدر تظبط فيها وتجيب سكنات اللي انت عايزها. فانت بقى في بدايه اللعبه معاك 4 اماكن لاربع شخصيات انت اللي بتحددهم من ضمن بقيه الشخصيات اللي موجوده من شخصيات مارفل. انت بتحدد كل واحدة لوحدها، انت بتعملهم بالترتيب وشوف انت بتحب تلعب بمين، بتلعب بواحدة بس من الموجودين في الـ4 اللي انت بتختارها، او تبدل فيهم زي ما انت عايز في اي وقت. هم 4 في الاول، بعد كده التانيين بيفتحوا في مؤخرا بعد كده. بعد كده طبعا لما بتدوس ستارت بيدخلك بقى هو على المكان الكبير اللي هو مكان التجمع فيه جميع الناس اللي موجودة ده. في الاول كده بيرحب بيك بهدية كده جميلة، بيديها لك حاجات كده يعني تكسبها من ال يعني بسبب تسجيل الدخول وكده في اللعبة. هنا بقى يا شباب مكان تجمع اللاعبين كلهم، تعرف بقى الأصدقاء، ممكن فيها طبعا مهمات اللي هم بيحددها لك انت بتعملها، فكل ده بيبقى في المكان اللي انتوا شايفينه ده. طبعا في أماكن تانية على حسب المهمة اللي هو بيديها لك. طبعا أنا هنا ضغطت على مهمة من المهمات اللي هم مديها لي، المهمات دي هتلاقيها في أعلى الشاشة من فوق في اليمين كده. فطبعا هو قال لي هنا ان المهمة دي ما هياش موجودة في اللوكيشن دوت، فانت هتروح لوكيشن تاني عشان تعمل تنفذ فيه المهمة. فهو هنا بياخدني يوديني اللوكيشن التاني عشان انفذ المهمة المطلوبة مني. هنا طبعا بيدخلني على اللوكيشن اللي هو حدده لي. انت هنا ممكن تعمل اللعبة اوتوماتيك اللي هي ممكن ينفذ المهمات كلها لوحدها، يعني من غير ما انت تدوس على اي حاجة اللعبة تفضل شغالة. يعني انت مثلا لو انت دلوقتي يعني بتلعب وحابب مثلا يعني عايز اللعبة تفضل شغالة عشان خاطر الليفل يعلى معاك، عادي ممكن تعمل اوتوماتيك وتسيب التليفون كده تعمل اي حاجة مثلا في وقت غدا في بتاع، وتفضل شغالة مع نفسها. يعني هي مش هتقف، هتفضل اللعبة شغالة والمهمات شغالة ورا بعض. زي ما انتوا شايفين كده المهمة بتتنفذ اوتوماتيك، اللعبة بتفضل كل مهمة بتروح تنفذها وانت قاعد بتتفرج بس، انت مش حاطط ايدك على اي حاجة. اللعبة شغالة وهي بتحارب لوحدها وبتعمل كل حاجة من غير ما انت تمد ايدك في حاجة. دي حاجة انت بقى عايز بقى تعملها الوضع اليدوي فبراحتك. يعني فيها برضو حاجة تحت كده انت ممكن تدوس على العمالة تلف دي اللي هي الصفرة توقفها، وانت تعمل الوضع اليدوي وتلعب بايديك يعني برضو يعني زي ما انت انا حابب يعني. بس دي كانت حاجة يعني معلومة سريعة كده بس على اللعبة وبعض المشاكل اللي كانت فيها. يعني لو في اي حاجة خاص باللعبة بقى ببعتولي في اكتبولي في تحت في التعليقات، وان شاء الله هحاول اجاوب على حضرتكم. واشوفكم بقى طبعا على الفيديو جديد. لو في اي حد برضو طالب اي حاجة بخصوص اي العاب برضو اكتبولي تحت في التعليقات تحت، وان شاء الله احاول ان انا هوفرها لكم باذن الله. اشوفكم على خير، فيديو جديد مع ليدو جيمز.